خريطة فلسطين، وهذا حجم دولة فلسطين. ليش من بين كل هذه الدول اختارت الصهاينة فلسطين عشان يحتلوا، رغم من وجود دول أكبر منها بالمساحة وعندها ثروات وموارد؟ تركوا كل هذا واختاروا فلسطين. أكثر سؤال تكرر في التعليقات، إيش معنى فلسطين هي الدولة المحتلة؟ لأن جوابي على السؤال راح يكون طويل، راح أجاوب على جزئين. اختصار شديد، الأوروبيين حاطين في بالهم من زمان على إخراج اليهود من أوروبا. حتى نابليون في عام 1799 وعد اليهود بموطن لهم جديد من قبل ما يهاجروا أساساً لفلسطين بسنين طويل. عموماً في البداية كانوا يدوروا لهم أي موطن جديد حتى لو في زحف. سنة 1897 عقد أول مؤتمر للصهيونيين بيد ثيودور هرتزل، تحديداً في مدينة بازل في سويسرا. هذا المؤتمر جمع كثير من اليهود من أنحاء أوروبا. الهدف من هذا المؤتمر هو إيجاد وطن لإسرائيل. من الدول اللي كانت مقترحة أنها تكون وطن وهمي لإسرائيل قبل ما تكون فلسطين هي مدغشقر وأوغندا والأرجنتين. قبل ما يتم تحديد فلسطين موطن لإسرائيل كان هرتزل عين على الأرجنتين لأنها تشبه أوروبا في المناخ والتضاريس، وهذا عامل مهم جدا في اندماج المهاجرين اليوم. في عام 1907 تحديدا في لندن صار المؤتمر الثاني، الهدف منه إيجاد آلية تحافظ على التفوق والمكاسب على الدول المستعمرة لأطول وقت ممكن. هذه المناطق هي العالم العربي، كان لازم أنهم يحطوا جسم غريب يوالي ويدافع على مصالحها. فوقع الاختيار وقتها على دولة فلسطين، وأنهم يحطوا اليهود في دولة فلسطين ودعمهم اقتصاديا وحمايتهم من قبل أوروبا، ولكن بشرط أنهم يحمون المصالح الغربية ويدافعون عنها. في الأساس فلسطين ما كانت هي الموطن الجديد للصهاينة، ولكن المصالح الصهيونية والأوروبية اجتمعت على دولة فلسطين، خصوصا بعد سقوط الدولة العثمانية. لكن كل هذه الأمور التاريخية ما هي تخطيط ولا ذكاء منهم، ما إلا أنها أسباب وضعها ربنا سبحانه